الحلقة مشاهدينا نتحول لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. أخبار الاقتصاد مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم هبة وإيمان. والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. سجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسية EGX 30 مكاسب بأكثر من 21% منذ بداية العام الحالي ليصل لمستويات 17665 نقطة، ليكون المؤشر قد حقق أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية بالأسواق المالية العربية. كما سجل مؤشر EGX 70 مكاسب بأكثر من 26% منذ بداية العام الحالي، وكذلك مؤشر EGX 100 قد حقق مكاسب نصف سنوية بأكثر من 26%، وحافظ رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالسوق على استقراره فوق تريليون جنيه، حيث سجل نحو 1.18 تريليون جنيه مرتفعا بنحو 215 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري. ينفذ قطاع البترول برنامجا متكاملا للتحول الرقمي في كافة أوجه الصناعة البترولية، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع الذي بدأ تنفيذه عام 2016، ويهدف المشروع إلى تحسين الأداء ودورات وأنظمة العمل ورفع كفاءة العمليات من خلال إنشاء منظومة رقمية متكاملة وموحدة تعمل على ربط كافة أنشطة القطاع وإتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة في مواجهة التحديات بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة. وذكرت وزارة البترول أنه تم إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية لتسويق المناطق البترولية عالمياً، وذلك في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل المستثمرين لاتخاذ قرار الاستثمار في مجال البترول والغاز بمصر. تشارك هيئة قناة السويس في معرض موناكو لليخوت في دورته 32، والذي ينعقد في سبتمبر المقبل بميناء هرقل بموناكو، وذلك في إطار خطة الهيئة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط. تسلط قناة السويس خلال مشاركتها كأحد أبرز الشركاء الرئيسيين في جناح الربابنة والطواقم، تسلط الضوء على المخطط العام لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية، استغلالا لموقعها الفريد الذي يسمح بالاستحواذ على حصة جيدة من هذه الصناعة الواعدة، لا سيما في ظل تنامي أعداد اليخوت في منطقة البحر المتوسط. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى إيمان وهبة. شكرا لك ميرنا.